السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومساكم الله بالخير أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجنا الطبي اسأل طبيب. أهلا وسهلا متابعينا، اليوم اخترنا لكم موضوع عن جراحة الكبد والقنوات الصفراوية، فاصل أردين لكم. أعزائي المشاهدين، طبعا تسعدنا متابعتكم للبرنامج، ويسرنا أن نرحب بالدكتور محمد أبو هلال استشاري جراحة الكبد والقنوات الصفراوية. مرحبا فيك دكتور في استوديو سأل طبيب. مرحبا وسهلا فيكم، شكرا على دعوتكم. دكتور، في البداية بس لما نتكلم، هل فعلا أن الجهاز الهضمي هو المسؤول عن أغلب السرطانات؟ الجهاز الهضمي هو عبارة عن جزء كبير من جسم الإنسان، فبناء عليه نسبة كبيرة من السرطانات في جسم الإنسان بتكون في الجهاز الهضمي، بس مش هو في طريقة مباشرة ممكن يكون مسؤول عن جميع السرطانات، إنما في الوظائف اللي بيسويها الجهاز الهضمي، الأكل اللي إحنا بناكله كله له علاقة كما أثبت مؤخرا في سرطانات في أنحاء الجسم الأخرى. دكتور، طبعا احنا بندش في موضوع استخدام المنظار كتقنيه للتشخيص وللعلاج، لكن قبل ذلك نبي نقف عند اسباب الاصابه بهذه الاورام في هذا الجهاز. انا اختصاصي جراحه كبد وبنكرياس. هلا الكبد له، سرطان الكبد له اسباب، وسرطان البنكرياس له اسباب. خليني احكي لك عن السرطانات او الاورام اللي احنا بنعالجها في الكبد. عندنا في نوعين من الأورام، الأورام الأساسية من الكبد اللي هي أورام الكبد الأساسية، والأورام اللي بتنتقل من أعضاء تانية للكبد، لأنه كل الدم اللي بيجي من الجهاز الهضمي، من القولون، من الكد، من الكلى، من الأمعاء الدقيقة، كله بمر عبر الكبد اللي هو مصفات الدم قبل ما يروح على القلب. فإذا كان في أي سرطان في الجهاز الهضمي أو في جهاز تاني ورح ينتقل منه خلايا وتزرع نفسها في الكبد وبتصير سرطانات ثانويه في الكبد، ومن اشهرها اللي هو السرطانات اللي بتيجي من سرطان القولون. هلا اسباب السرطانات الاساسيه في الكبد او الرئيسيه البرايمري اللي هي التهاب الهيباتايتس سي ان في، هذا بشجع انه يصير تشمع في الكبد، ومن التشمع الكبدي بنتقل عنا بصير سرطان اللي هو بنسميه الهيباتوسيلر كارسينوما. وفي عندنا السرطانات اللي بتيجي في القنوات العصارية اللي هو صعب نعرف ايش السبب تبعها، بس ممكن يكون امراض اوتو ايمون في القنوات العصارية، ممكن يكون التهابات من انواع من البكتيريا المعينة زي خاصة الموجودة في شرق آسيا اتسترا. احنا طبعا في العالم العربي عندنا قليل منها. وبعدين بيجي عندك الثانوية، السرطانات الثانوية اللي بتيجي من سرطانات ثانية اللي هي مثل القولون، البنكرياس، الأمراض الأمعاء الدقيقة، الكلى اللي بتنتقل للكبد. ماذا عن البنكرياس؟ سرطانات البنكرياس للأسف الشديد لحد هلا العلم ما توصل انه يعرف شو سبب السرطان الأساسي في البنكرياس. احنا اكتشفنا بعض الأورام الحميدة اللي هي الأكياس السيست اللي بتصير في البنكرياس اللي ممكن تتطور تصير سرطانات في المستقبل، وهلا صرنا نعالجها ونستأصلها قبل ما توصل مرحلة الكانسر. إنما الكانسر itself اللي بيجي في البنكرياس ما في سبب معين ممكن نحدده له، إنما يقال إنه التدخين، الكحول من الاشياء او من الريسك فاكتورز اللي بتسبب سرطان البنكرياس. وفي هلا ستاديز بتحكي انه في جينات، في جين موديفيكيشن ممكن تكون سبب من الاسباب. دكتور، من الفئات العمريه الاكثر عرضه للاصابه بمشاكل الكبد اللي هو سرطانات الكبد او البنكرياس؟
هلا من انا بمارس في بريطانيا في ساوثهامبتون، وعندنا بنشوف انه سرطان البنكرياس والكبد، البنكرياس بالذات بيصيب الاوفر 70s الاكثر من 70 سنه، وحتى سرطان الكبد فوق ال 60 فوق ال 70. خلال زيارتي لمستشفى السلمانيه في البحرين هون للاسف شفت انه في شباب في عمر الأربعين والخمسين معظمهم اللي عندهم سرطانات البنكرياس والكبد، وهذا إشي مش عم لحد هلا ما عرفت السبب إله، إنما في العالم العربي يظهر إنه في early presentation with cancer أكثر من أوروبا. هل دكتور طبعا احنا لما وقفنا عند الاسباب راينا ان بعض الاسباب يكون لها يعني صله مباشره بنمط الحياه اللي يتبعه الانسان، سواء كان تدخين، شرب الكحول بافراط او نظام غذائي، فهل في علاقه ما بين نمط الحياه الذي يتبع مع مسببات هذه السرطانات؟ طبعا في اكيد في لينك بين نمط الحياه المتبع والسرطانات. يعني انت هلا لما تفكر انه في الفتره الحاليه احنا عندنا 1 من 10 في اوروبا راح يصيبوا سرطان في خلال فتره حياته. اتس ا فيري هاي انسيدنس. هلا هذا الحكي ما كان قبل 50 سنه، ففي شيء صار في حياتنا في الفتره الاخيره زاد الانسيدنس تبعت الكانسر، منه طبعا التدخين، منه الكحول، بس منه الاكل المحفوظ في معلبات، منه البترول وال يعني الايفابوريشن تبع الكيميكال ايفابوريشن في الجو اللي بنتنفسه، منه النفايات اللي ما بنعرف شو بصير فيها وكيف بتنحرق وكيف بتزيد. فاكيد تغير نمط حياه الانسان والتطور والتكنولوجيا اللي صارت إلها اعراضها الجانبيه. دكتور انت ذكرت لنا ان نسبه الاصابه بالسرطانات في تزايد، سرطانات الكبد والبنكرياس، فهل في نسب او احصاءات رقميه؟ في اوروبا نسبه السرطان البنكرياس از يعني كل 100,000 بني ادم فيهم بصير 20 بني ادم بيصيبوا سرطان البنكرياس. انت لما تحكي عن دوله فيها 60 مليون ذيس از ا فيري هاي نمبر. الكبد تقريبا نفس الشيء. طبعا هلا بتختلف من دوله لدوله، لو نروح مثلا على الصين ولا على اسيا بتلاقي انه من كل 10,000 في واحد معه سرطان كبد. تروحي على دول فيها التهابات الفيروسات الهيباتايتس سي وبي عالي الانسيدنس تبعتها، اكيد الكبد الانسيدنس تبعته عاليه. فالانسيدنس تبعت الاصابه بسرطان الكبد والبنكرياس ما بتعممش على كل العالم، لانه كل دوله لها تختلف الانسيدنس تبعتها عاليه. دكتور طبعا احنا بنركز على الكبد والبنكرياس والاعراض اللي متعلقه بهذين الجهازين او من ضمن الجهاز الهضمي، فما هي الأعراض اللي قد تظهر على المريض؟ طبعا قد يعتمد على نوع الورم ومكان وجود الورم والوقت اللي يتم التشخيص فيه، بس شنو الأعراض اللي ممكن تظهر سواء كان في سرطان الكبد أو سرطان البنكرياس؟ طبعا نبدأ في البنكرياس. للأسف الشديد البنكرياس بيسموه سايلنت كيلر، لأنه في كثير من الأحيان ما بيظهر إلا لما يكون متأخر. هلا في البنكرياس، في البنكرياس مكون من الرأس والجسم والذنب البنكرياس. إذا كان السرطان في الرأس أول أعراض أو أهم الأعراض اللي بيجي المريض فيها عنا اللي هو الجوندس الإصفرار اليرقان، لأنه الكانسر بيضغط على القناة العصارية وبيسكرها، فبصير البني آدم لونه أصفر بتغير اللون، فهيك معظم الناس بتيجي للاستشارة الطبية، وللأسف بيكون هاي مرحلة متأخرة. إذا كان في البدي اللي هو في الجسم تبع البنكرياس بيكون ألم ووجع في الظهر، لأنه بيضغط على الأعصاب اللي بين العمود الفقري والبنكرياس. إذا كان في التيل صعب يعطي أعراض إلا لما يكبر حجمه، ما في إشي يضغط عليه، فبصير في مجال إنه يتوسع، فبيجي في ماس إفكت، بحسه وجع وثقل، وبكون في زي لما الدكتور يكزامنهم بتشوف انه في ماس هناك. هلا في اعراض سطل الناس ما بتنتبه لها، وهذا مهم انه الانسان ينتبه له. اول شيء التغير في البراز.
بيصير زي الدايريا زي الإسهال، بس إسهال غريب، لون البراز بيصير أبيض، بتغير شوية، بيصير فلوتينج يعني صعب بتطيش على، فهاي من الأعراض البدائية. السادن أونست اللي مرات بيصير الواحد ديابيتك عنده سكري سادنلي هيك في نسبة عالية من دون ما يصير تدريجي، أو إنه بيكون عنده سكري وبيكون يعالجه بس فجأة ما العلاج ما عم يزبط، لازم يرتفع كم بعدين الويت لوس اللي هو فقدان وزن بشكل غريب unintentional يعني من دون قصد بيصير الإنسان يفقد وزن. هدول من الأعراض الخفية اللي إحنا بنحكي لدكتور العيلة دائما انتبه إذا بيجيك مريض صار سكري عنده فجأة أو السكري العلاج السكري بطل يشتغل معه أو صار عنده فقدان وزن سريع أو أجا في إسهال أو تغير في كيف بالباول تبعته عم تشتغل. إنما الكبد للأسف إذا كان السرطان بعيد عن القنوات العصارية فعادة ما doesn't present إلا في ماس إفكت يعني لما يكبر ويصير ماس، وبيجي مرات كتير لما يحس عنده زي كتلة يعني. تحت القصبات بحسها المريض، وهذا بيكون متقدم. إنما إذا كان في السنتر تبع الليفر جنب القنوات العصارية فبصير يرقان وصفرار. دكتور احنا بنكمل محور الحديث بس لنا وقفة مع أعزائنا المشاهدين، بنشوف هذا التقرير ونرد لكم نكمل الحديث. سرطان الكبد هو السرطان اللي يبدأ في خلايا الكبد، ويعتبر الكبد عضو في حجم كرة القدم الأمريكية، يقع في القسم العلوي الأيمن من البطن أسفل الحجاب الحاجز وأعلى المعدة. يمكن أن يتكون العديد من أنواع السرطانات في الكبد، ويعد سرطان الخلايا الكبدية هو أكثر أنواع سرطان الكبد شيوعاً، ويبدأ في خلية الكبد الرئيسية الخلايا الكبدية. وتعد أنواع سرطان الكبد الأخرى مثل سرطان القنوات الصفراوية داخل الكبد والورم الأورومي الكبدي أقل شيوعاً. ومن الأعراض الرئيسية لسرطان الكبد فقدان الوزن، فقدان الشهية، ألم في الجزء العلوي من البطن، الغثيان والقيء، الضعف العام والشعور بالإرهاق، انتفاخ البطن، اصفرار لون الجلد وبياض العين، براز لونه أبيض مثل الطباشير. أعزائي المشاهدين نرجع نكمل محور حديثنا. دكتور لو نتكلم عن التشخيص، شلون يتم تشخيص سرطانات الكبد والبنكرياس؟ هلا احنا عندنا او البداية التشخيص لما المريض عاده بيروح لطبيب العائله بيسووا الترا ساوند سكان، يعني هي اللي المغناطيسيه الالترا ساوند الفوق الطبقيه. بس طبعا هذا ممكن يحكي لك انه في شيء في الكبد والبنكرياس، ما بعطي صوره كامله عن ايش في الكبد والبنكرياس. فبننتقل للسي تي سكان اللي هي الطبقيه. الطبقيه في البنكرياس بتكون كفايه بتبين ايش موجود، علاقه الورم في الشرايين والاورد اللي جنبه، يعني هيك بنقرر كمان اذا ممكن استئصاله او لا. في الليفر بنسوي السي تي سكان، بس في كتير من الحالات ما بتكفي السي تي سكان لحالها، بدنا مغناطيسيه ام ار اي مع بروتوكول خاص للخلايا الهيباتوسايت اللي موجوده في الليفر. فاكتمال السي تي سكان مع الام ار اي ممكن يعطي صوره واضحه ونقرر ايش هو الموجود في الكبد، لانه مرات كتير بتيجي اورام حميده، يعني مش كل ورم هو ورم خبيث وبده علاج. وبعدها بنقرر ايش هو وبتم استئصاله. واكيد الكلمه الاخيره بتكون عاده لدكتور الباثولوجي اللي بيشرح الورم وبعطيك بالضبط ايش هذا الورم الستيج والنوع. دكتور طبعا للتدخل بالمنظار يعني صدى في العلاج وفي التشخيص في خاصه في هذه الاورام او في غيرها في الطب، فما هو دور المنظار في هذه الاورام؟ هلا دور جراحة المنظار بدأ من حوالي 30 سنة، وانتشر انتشار كبير في عدد من السب سبيشاليتيز في الجراحة، منها جراحة الكولون، جراحة المعدة. إنما في الكبد والبنكرياس تأخر، لأنه جراحة الكبد والبنكرياس هي عبارة عن جراحة صعبة ومعقدة جدا، حتى في لما الجراح يفتح بطن المريض ويمسك الأورجان في إيده
صعبة ومعقدة، فمشان هيك كان في ريزيستنس وريلاكتنس من السيرجنز انه يحاولوا يستأصلوا اورام كبدية او او من البنكرياس في من دون ما فتحات صغيرة، لانه في خطر النزيف، في خطر الانجري للاورجنز اللي جنب، للاعضاء اللي جنب الكبد والبنكرياس. فبينما الكولون مثلا في الثمانينات والتسعينات صرنا نشوف جراحات منظريه للكولون، انما البنكرياس والكبد تاخر لحديت بدايه او نصف الألفين. ففي الألفين وخمسة كانت اول بدايات لريبورتس نشوف عن جراحه بالمنظار، واخذت فتره طويله لتتطور. وهلا احنا بنقدر نحكي انه في سنترز معينه مع اكسبيرينس معينه صارت ابروتش، يعني طريقه معتمده لاستئصال اورام الكبد والبنكرياس، الا انه مش كل المستشفيات لسه بتعملها، وجراحين قليلين في العالم اللي ممكن يسووا عمليات كبيره للكبد والبنكرياس في المنظار. في رايي انه هذه الطريق المضبوط، يعني this is the way forward، وشوي شوي مع انه الجراحين يتعلموا ويصير عندهم اكسبيرينس فيها راح تكون هي الطريقه المفضله للجراحه، زي ما صار في القولون، زي ما صار في المعده. دكتور، طبعا احنا تكلمنا عن المناظير يستخدمون في هذه الجراحات لازاله الاورام في الكبد وفي البنكرياس، بس اذا احنا رجعنا وخذنا خطوه للوراء عشان نفهم وظيفه الكبد ووظيفه البنكرياس في الجسم، عشان نفهم الاعراض احنا تكلمنا عنها حق او نفهمها حق المشاهدين، فالكبد والبنكرياس شنو وظيفتهم الاساسيه في الجسم؟ وظائف البنكرياس والكبد هي وظائف كثيرة، يعني لما بدك تعد ليستة من الوظائف لكل أورغان في عندنا كثير إشياء، بس نعطي يعني بصورة موجزة. البنكرياس عنده وظيفتين، أول إشي الإندوكراين فانكشن اللي هو بفرز هرمونات وإنزيمات، مثلا الانسولين والجلوكاجون. الانسولين هدول الهرمونات اللي تريجوليت الشوجر في الدم، فالانسولين الكل بيعرف ايش الانسولين وايش وظيفته، اللي هو بيوطي الشوجر في الدم، والجلوكاجون اللي هو بيعدل من الناحيه الثانيه، وبفرز كمان انزيمات اللي هي الاكزوكراين اللي هي بتساعد في الهضم وال في الدايجستيف سيستم، اللي هي منها الانزيمات بتهضم اللحمه، بتهضم البروتين عفوا، انزيمات بتهضم الفات، انزيمات بتهضم الكربوهيدرات اللي هم الاميليز والبروتيز واللايبيز. من دون الكبد، من دون البنكرياس، الانسان بده يكون على انسولين كامل، وبده دايجستيف، بده نعطيه تابلتس مشان تساعده على هضم الطعام اللي بياكله، ولا كل الطعام اللي بياكله بنزل من دون ما يستفيد منه. فالبنكرياس عضو اساسي للجسم. الكبد عنده عدة أنواع من الفانكشن، أهمها إنه هو الكبد عبارة عن المنظف لكل التوكسينز ولكل الميتابوليك أوتكمز اللي بيصيروا في الجسم نفسه. كل إشي بيجي من الدم من الأعضاء بيروح على الكبد، الكبد بنظفه وبفرزه، بيطهره وبيرجع لنا دم نقي، يعني بنقيه تقريبا. وبعدين بفرز العصاره البايل اللي هي العصاره الكبديه اللي لها اهميه كبيره في الدايجستيف سيستم از ويل، اللي من دونها برضه الانسان ما بهضم كويس، واذا هضم بيكون عنده اعراض جاسترونتستاينال قويه، منها الاسهال ومنها الحكه وغيره. دكتور، عندنا اتصال، تاخذينا شريك. السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا، من معاي؟ أم نفسك وياكم. هلا أختي، تفضلي. خلي فترة عرض من أنا في بطني كانت اليسار، وقاعدة أفقد وزن بسرعة، ودايما أحس إن في جسدي معلق فرار، هل بعد ما يعني أم يوسف حبيبتي ممكن بس ترفعين صوتك شوي؟ ألو؟ إيه معك. قلتي ألم في جهة اليسار؟ إيه نعم. بعد شنو؟ وقاعدة أفقد وزن بسرعة. ودائما أحس جلدي صار النوع الأصفر. يعني اصفرار في الوجه قاعد يصيبني في الأطراف. هل هاي علامات مثلا عندي مثلا إصابة مثلا كبد ولا شيء؟ كم عمرك أختي يوسف؟ 32. 32. دكتور عندك أي سؤال؟ وجع في الجهة اليسار.
واصفرار ووزنها قاعد ينزل بسرعة تقول. هلا بجاوبك الدكتور. اللي بدي احكيه انه الكبد في المنطقة اليمين والبنكرياس معظمه في المنطقة اليمين، يعني في المنطقة اليسار شيء قليل بيكون من البنكرياس، بس ديل البنكرياس. لمريض عمره 32 سنة صعب انه نتوقع انه في شيء في البنكرياس صار وصله لمرحلة انه يفقد وزن، يعني المريضة هذه يعني صغيرة في العمر يانج، فلا اعتقد انه في شيء قوي، انما الوزن والالم في اليسار، عندنا في اليسار في القولون ممكن انه يكون له يسوي اعراض تشبه الاعراض اللي بتصير من البنكرياس على الجهه الشمال، وهو ممكن اكثر لواحد صغير. انا بنصح انه المريضه تشوف طبيب العائله اللي هو راح يقرر يعني كيف يسوي تشخيصها، ممكن يطلب اولترا ساوند وممكن يسوي لها تنظير. 32 اشك انه صعب جدا انه نحكي عن كبد وبنكرياس. في اتصال ثاني ناخذه. مساء الخير. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه. مين معنا؟ معكم احمد. مرحبا احمد، تفضل الدكتور يسمعك. بس حاب اسال الدكتور، انا شاك فيني ان عندي حصوه في المراره على بحيث ان كل بطني يعورني وحس الام، يعني احس ان وجهي شوي احمر ودم ينقص. انت تم تشخيصك بالحصى في المراره؟ سوى لك منظار يعني؟ لا 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 ما، بس احس باعراض. تحس يعني قبل اوريدي يعني سووا لي حصى مراره يعني من قبل. قالوا لي ان انت تاكل وايد ملح، بس الحين خايف يعني كله دم ينقص وعلم في المعده. تحس الم وفي غثيان في لوعه ولا بس الم؟ الم مع لوعه. مع لوعه. وش كثر يصير لك؟ يعني متواصل ولا يروح ويجي؟ يعني هو يروح ويجي، بس انا خايف بروح افحص. خايف تروح تفحص؟ نعم. دكتور عندك سؤال، وين الالم بالضبط؟ الالم وين بالضبط في البطن؟ فوق عند الهاي عند المعده يعني؟ فوق عند المعده. انا من قبل اوريدي كان عندي حصى في المراره. انت عارف نفس نوع الالم يعني؟ اي نعم. والمراره استأصلت ولا لسه موجوده؟ موجوده المراره ولا سويت عمليه شلتها؟ هذه قبل سنه سووا عمليه. شالوها لك يعني؟ اي نعم، بس الحين يعني بس الالم رد نفس الطريقه. الحين نفس الاعراض اللي قبلي قاعد يرد علي، لا فخايف صراحه افحص، شنو لازم اسوي؟ اوكي اخوي ان شاء الله. اذا الالم يشبه الـ نفس الالم اللي كان عندك قبل ما تستأصل المراره، ف يعني في احتمال والاحتمال بس قليل مش كبير، انه يكون في شيء في القناه العصاريه، يعني مرات بيكون في حصوات نزلت على القناه العصاريه قبل ما تستأصل المراره، فيفضل انه يشوف طبيب العيلة يسوي فحص لإنزيمات الكبد، وممكن يسوي له كمان أولتراساوند، بس أولتراساوند بيبين إذا في أي أبنورماليتي في إنزيمات الكبد أو في أي توسع في القنوات العصرية. في هاي الحالة بيكملوا وبيسووا مور إنفستيجيشن اللي هي الإم آر آي سكان اللي هي الطبقية، بتأكدوا. إذا ما في إشي في القنوات العصرية، الديفرنشال دياغنوزيس بتكون أديجنز، يعني اللي هو التصاقات أو قرحة في المعدة في الاثنى عشر أو المعدة، وبتكون شغلات بسيطة بتتعالج بسهولة. فإحنا نحث أحمد إنه لازم يراجع الطبيب على أساس إنه يعرف شنو المشكلة ويتم تداركها وعلاجها بشكل سريع. دكتور إحنا تكلمنا طبعًا العلاج يختلف على حسب نوع المشكلة، وإحنا تكلمنا عن المنظار للتشخيص وللعلاج، شنو العلاجات الثانية اللي ممكن تتبعونها؟ في سرطان البنكرياس العلاجات إما جراحية أو كيموثيرابي للأسف في الحالات المتقدمة اللي ما بتتعالج، أو الراديوثيرابي أو كومبينيشن بين كيموثيرابي وراديوثيرابي. طبعا في علاجات جديدة عم تيجي اللي هي الإميون ثيرابي واللي هي جين ثيرابي، بس هاي كلها سبيريمنتال لسه ما صار إشي. فهلا الستاندرايز اللي هو الإميون الكيموثيرابي والراديوثيرابي. الكيموثيرابي في الفترة الأخيرة في آخر 5 سنين، يعني إحنا للأسف لمدة 50 سنة ما حسنا السرفايفل البروجنوزيس للمريض السرطان البنكرياس كثير، الا اخر 5 سنين في شويه في انواع جديده من الكيموثيرابي دراجز which are showing good effects، يعني في صار يعطوا 2-3 احسن
في الحي يعني البروجنوز length of life after diagnosis. للكبد في عنا غير الجراحة في الكيموثيرابي في المايكروويف أبليشن، يعني في بعض الأورام ندخل في إبرة وبنحرقها، الراديو فريكونسي أبليشن برضو بنحرقها في الراديو فريكونسي. في إشي بنسميه تيس اللي هو ترانس أرتيريال كيمو إمبوليزيشن، ندخل على الأرثريز اللي هو الشريان اللي بوصل للورم وبنحط كيموثيرابي جواته وبنسكر الأرثري ما بنخلي دم يوصل له فهيك بضمر. وطبعا اذا السرطان هو برايمري للكبد اهم علاج اذا كان صغير واذا كان يعني في الكرايتيريا اهم علاج اللي هو زراعه الكبد، يعني اذا في برايمري ليفر تيومر which fits the criteria انه يسووا له ترانسبلانت اللي هو يكون بس اقل من 3 اورام، الاورام ما تكون اكبر من 5 سنتيمتر، فهذا الترانسبلانت. واذا كان عمر المريض يعني كان متقدم في العمر، هل تجرون عملية الترانسبلانت؟ هذا سؤال كثير مهم. الترانسبلانت نعتمد على السنتر بس عادة الليمت 65، في مرات we push the boundaries to 67. دكتور إذا تكلمنا عن مضاعفات هذه العمليات، يعني سواء كان عمليات نبتدي مثلا بالمنظار اللي هو أقل invasive بس يكون يعتبر تدخل أقل ما هو عملية كبيرة، يعني شلون المضاعفات اللي ممكن تصيب المريض وكيف يتم تهيئته يعني المريض، شلون لازم تهيئون المريض قبل ما تدخلون هذه العملية؟ هلا سواء بالمنظار أو بالطريقة التقليدية اللي هي الفتح، الكومبليكيشنز اللي ممكن تصير في عمليات البانكرياس أو عمليات الليفر هي نفسها. يعني العملية اللي إحنا بنسويها في المنظار أو بنسويها أوبن هي نفس العملية، إنما الفتح الجرح اللي بشوفه المريض على جسمه هو أقل. للبانكرياس طبعاً الخطورة أو الريسكس يعني الأوبراتيف ريسكس هم البليدينج اللي هو النزيف، الالتهاب، الكوليكشنز اللي ممكن يتجمع سوائل جوا الجسم وتصير انفكشن. ولما إحنا بنقيم البانكرياس من إحنا مشان نستأصل ورم في رأس البنكرياس نستأصل رأس البنكرياس نص المعدة القناة العصارية الاثنى عشر وجزء من البصران الدقيق، بعدين بدنا نركب كله نرجعه مع بعض، فمنعود نركب البنكرياس بنسوي له أناستوموزيس يعني بنجمعه مع جزء من البصران الدقيق القناة العصارية نفس الإشي، فمنسوي بنعمل حوالي 3 أو 4 أناستوموزيس. هدول ممكن يصير منهم ليك، يعني ممكن إنه اي يصير فشل في الجوينينج وشيء مش انكومون، ذس از كومون خاصه الجوينينج تبع البنكرياس، لانه البنكرياس في العصاره تبعته دايجستيف يعني هي وظيفتها الهضم، فمرات العصاره هاي بتصير تهضم السمول باول والخيوط وشيء، فهاي اهم ريسك له. في الكبد الريسكس ار النزيف طبعا، بليدنج، انفكشن، البايل ليك اللي هو احنا بنقطع الكبد والكبد فيه كثير قنوات عصارية صغيرة دقيقة، هاي ممكن انه يصير منها ليك ويصير منها تجمع من المادة العصارية العصارة الكبدية في منطقة العملية، فمشان هيك احنا بنحط الدرينز اللي هم تيوبس جنب البنكرياس او جنب الليفر وين بنعمل عملية مشان اذا صار ليك يطلع الليك برا الجسم ونستنى لما الجسم يعالج نفسه ويسكر يلتئم الجرح اللي بيطلع منه الليك ومنقيم الدرينز. دكتور احنا بنكمل الحديث بس الكنترول يقولون انه في تقرير، ناخذ هذه الوقفه مع المشاهدين نشوف هذا التقرير ونرجع لكم ان شاء الله. يبدأ مرض سرطان البنكرياس في أنسجة البنكرياس، وهو عضو يوجد في المعدة يقع أفقياً خلف الجزء السفلي من المعدة. ينتج البنكرياس أنزيمات تساعد في الهضم وهرمونات تساعد في إدارة سكر الدم. عادة ما ينتشر سرطان البنكرياس سريعاً إلى الأعضاء القريبة، ونادر ما يتم اكتشافه في مراحل مبكرة، ولكن بالنسبة للأفراد اللي يعانون تكيسات في البنكرياس أو لديهم تاريخ عائلي من سرطان البنكرياس، فقد يساعدهم بعض خطوات الفحوصات في اكتشاف المشكلة بشكل مبكر.
داء السكري هو أحد أعراض سرطان البنكرياس، وخاصة عندما يكون مصحوب بفقدان الوزن أو اليرقان أو ألم في الجزء العلوي من البطن وينتشر إلى الظهر. طبعا رجعنا لكم أعزائنا المشاهدين ونكمل محور الحديث عن الأورام اللي تصيب الكبد والبنكرياس. دكتور، احنا تكلمنا عن العلاجات المختلفة سواء كانت منظارية أو جراحية، إذا تكلمنا عن فترة التعافي ما بعد هذه الإجراءات، إيش كثر المريض يكون في المستشفى؟ طبعا يختلف إذا كان منظارة وهاي، بس مثل ما قلت هو شكل الجرح من برا بس العملية نفسها من داخل، فشون فترة التعافي تكون ما بين ما من بعد العملية؟ هلا هون تكمن أهمية جراحة المنظار، اللي هي مش في العملية لأن العملية نفسها، إنما في فترة التعافي بعد العملية. كون الجرح بيكون أقل وكون فتحة العضل في بطن المريض بتكون أقل، هلا المريض بتحرك وممكن إنه يسترجع قواه في أسرع في جراحة المنظار من الجراحة الأوبن، وهذا أهم الأدفانتجز اللي أعطتها جراحة المنظار، إنه المريض بتعافى أسرع، بيروح البيت أسرع، بصير يوكل أسرع، إذا محتاج كيموثيرابي بعد العملية بيروح للكيموثيرابي أسرع، والنتيجة الإجمالية البروغنوزيس بتكون أسرع. هلا في عمليات البنكرياس الأوبن، إذا عملية رأس البنكرياس اللي هي احنا بنسميها الويبل بروسيجر، عادة الهوسبيتال ستاي في الأوبن سيرجري في السنتر الممتاز اللي نتائجه كثير كويسة تقريبا 12 يوم، 10 أيام ل 12 يوم. إنما في جراحة المنظار تقريبا 4 ل 5 أيام. بينما الجزء الشمال من البنكرياس اللي هو التيل في الأوبن الهوسبيتال ستاي از اباوت 8 دايز، 8 أيام، في جراحة المنظار 2 ل 3 أيام. في الكبد في الأوبن سيرجري 7 ل 8 أيام، في جراحة المنظار 3 ل 4 أيام. ففي كل الحالات جراحة المنظار، جراحة المنظار تقريبا نص الفترة الزمنية. دكتور، احنا عندنا مداخلة هاتفية من دكتور راني الآغا رئيس دائرة الجراحة بمستشفى السلمانية الطبي. دكتور راني مساء الخير. اهلا وسهلا، مساء النور. شلونك دكتور؟ اهلا وسهلا، الله يطول عمرك. يعطيك العافية. الله يعافيك ويطول عمرك. تفضل دكتور، الدكتور يسمعك. بسم الله الرحمن الرحيم، بداية يعني أمسي عليكم وعلى ضيفنا الكبير البروفيسور محمد هلال وعلى المستمعين، ويعني أنا أحب بس مداخلتي عن موضوع الطبيب الزائر، المثال خير مثال عليه اللي هو البروفيسور محمد أبو هلال. هذا يعتبر برنامج رائع يخدم المواطنين، وفكرة هذا البرنامج أنك أنت تجلب الخبرات الخارجية للمملكة، وعساس المواطنين والمرضى البحرينيين يتلقون أفضل العلاج، إذن دون الحاجة للسفر إلى الخارج، يبقى المريض بين أهله وبين أسرته، وبذلك يتلقى أفضل أنواع العلاج على المستوى العالمي. وكذلك الفائدة الثانية من برنامج الطبيب الزائر أن إحنا أطباءنا المتدربين يشوفون الخبرات العالمية، يشوفون الطرق العالمية، وبالتالي إحنا بنفسنا نطور خدماتنا الطبية، لأن جزء من هاي البرنامج بالإضافة الهدف الأساسي ماله أن تعالج المريض بأرقى الوسائل وداخل المملكة، أن أطباءنا بعد يتدربون ويطلعون على أحدث طرق العلاج. ولذلك يعتبر هذا البرنامج الطبيب الزائر من أنجح البرامج، وأنا يعني أحب أستغل هالفرصة هذه وأشكر حكومة مملكة البحرين حقيقة على توفير هذه الخدمة للمواطنين البحرينيين، كذلك الإدارة العليا في وزارة الصحة ممثلة بسعادة الوزيرة طائفة صالح المحترمة، وكذلك لجنة العلاج في الخارج برئاسة الشيخ فهد الخليفة على توفير هذه الخدمة. يعتبر من البرامج الرائعة التي تخدم المواطنين في الدولة، وأنت كما تستمع ويستمع المشاهدون الخدمات اللي يقدمها البروفيسور محمد أبو هلال وهي خدمات رائعة، مثال على ذلك أطباء زائرين آخرين.
نعم طبعا دكتور راني احنا نثني على هذا الكلام، ومن هذا المنبر نتوجه بالشكر للحكومة الموقرة على رأسهم جلالة الملك وصاحب السمو الملكي رئيس نعم. وزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد والمجلس نعم. الأعلى للصحة، وطبعا سعادة وزيرة الصحة على يعني تسهيلهم لهذه العملية ومساعدتهم في إنجاح هذه البرنامج نعم. مثل ما تفضل دكتور طبعا فعلا برنامج يعتبر ناجح. يعني تجربة ناجحة واحنا نشوف يعني من هذا المنبر في حلقات برنامج اسال طبيب ومن تعليقات المرضى والمتدربين في مستشفى سواء كان مستشفى السلمانيه الصحي او غيرهم في من مؤسسات وزاره الصحه عن نجاح هذا البرنامج. اشكر صحيح. لك دكتور مداخلتك ما قصرت معنا. الله يطول في اعماركم وشكرا لاتاحه هذه الفرصه لك دكتور. انا اسمح لي اؤكد على اللي تفضل فيه الدكتور راني الاغا انه صحيح انه برنامج رائد وانها فكره سديده وحكيمه من حكومه البحرين ووزاره الصحه لانها توفر الخدمه هاي في البلاد في الدوله وتوفر على المريض عناء السفر مع عائلته مشان يتلقى علاج في دولة غريبة ما إله حدا فيها يسنده إذا احتاج عمليات معقدة. يعني إحنا في خلال الأسبوع هذا عملنا 7 عمليات معقدة للكبد والبنكرياس بالتعاون مع الدكتور هاني السعاتي اللي هو طبيب كبد وبنكرياس ناجح يعني استضفناه احنا في البرنامج استضفتوه هيز فيري جود سو ذا كولابوريشن معه. عملنا عمليات نوعيه جديده لمرضى من البحرينيين كانوا ممكن انهم يضطروا يروحوا للخارج يتلقوا العلاج هذا والحمد لله نتائج جدا كويسه. واعتقد انه كما تفضل الدكتور راني فكره وجود طبيب هون يتبادل الخبرات مع الاطباء الموجودين ويعالج في نفس الوقت بعطي اكثر من ادفانتج في نفس الوقت لانه احنا بنشوف الزملاء زي الدكتور هاني السعادي والزملاء الاخرين بنتبادل معهم خبرات في نفس الوقت بنشوف المتدربين تبعين الجراحه العامه وبنشوف الطلاب الطب هون فيعني بصير اكثر من 40 50 شخص لهم نفس الاكسبوجر ونفس الادفانتجز. فبشرفني يعني أن أكون واحد من الأطباء الزائرين وأن أقدم خدمة لهاي البلد الشقيقة واللي أنا بحبها وبحب أهلها الطيبين. بشكر وزارة الصحة وحكومة البحرين على هذا البرنامج الرائد، وبشكر الدكتور العشيري رئيس الأطباء على الاستضافة، والدكتور راني الآغا على الويلكمينج اللي هم يعني بحس حالي في بيتي وأكثر يعني ما بدي أرجع. وبشكر الدكتور هاني السعادي الله يخليكم والدكتور احمد عليوه اللي هم كانوا من طلابي في يوم من الايام وهلا ما شاء الله انا فخور اني اشوفهم من القيادات الرائده في الجراحه في البحرين. ومثل ما تفضلت دكتور فعلا يعني لو كان مثلا المريض توجه الى الخارج لتلقي العلاج يمكن يكون هذا المريض الوحيد او حاله او حالتين يتم علاجهم، بس اذا جاء الطبيب الزائر هنا في البحرين وهذه كانت النظره يتم معالجه كذا حاله انه يكون موجوده في البحرين، الخبره مالته موجوده في البحرين، يعلم الموجودين معهم في البحرين حتى يتابع ممكن مع المرضى بعدين وتكون يعني بشكل انا عالجت دوري. كثير مرضى من البحرين ومن دول اخرى في بريطانيا وانت ما يعني لا تتخيل الحزن والضغط النفسي على مريض لما يكون بده عمليه كانسر وهو لحاله في معه ممكن زوجته او اخوه ويكون بعيد عن بلده وعن اكله وعن فيعني بيكون بدل الهم المرض كمان في هم الغربه وهم البعد واذا صار شيء انا وين يعني ففكره كثير كويسه. انت كيف طاري دكتور هاني؟ دكتور هاني معنا على الخط معنا. دكتور مساء الخير. مساء النور. مرحبا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يعطيكم ألف عافية على هذا البرنامج الجميل. الله يعافيك خليك. وشكرا على استضافتكم بروفيسور محمد أبو هلال طبعا غني على التعريف. بروفيسور محمد يعطيك ألف عافية. أهلا وسهلا أهلين أهلين دكتور هانك أهلين فيك. طبعا البروفيسور محمد أبو هلال في خلال زيارته لنا في البحرين أثرانا طبعا خبراته وعملياته النوعية والحمد لله خلال الأيام البسيطة اللي كان موجود فيها أجرينا عدة عمليات معقدة ونوعية بالمنظار طبعا المنظار الجراحي أجرينا عمليات لأورام في الكبد في مناطق حساسة جدا ومعقدة وأجرينا عمليات طبعا في البنكرياس وبعض من هذه العمليات طبعا هي الاولى
نفتخر يعني كانت الأولى في المنطقة يعني وصارت البحرين وأجريناها مع بعض مع طبعا مساعدة البروفيسور محمد وخبراته. أجرينا أورام في البنكرياس في جسد البنكرياس في ذيل البنكرياس وأورام الكبد لمرضى كانوا يعانون من هذه المشاكل. دكتور بالنسبه حق هذه البرامج شنو رايكم في ان طريقه ان هي تنقل الخدمات هل تسبب نقله نوعيه للخدمات الصحيه في مملكه البحرين؟ بلا شك طبعا بلا شك يعني وجود خبرات مثل البروفيسور محمد ابو هلال طبعا يستفيد منها الطاقم الطبي ككل. يعني على سبيل المثال اذا طبيب انا طبعا تدربت في بريطانيا عند دكتور البروفيسور محمد هناك وفي المستشفى انا نقلت انا كشخص بس نقلت هذه الخبره للبحرين، ولكن وجود مثل هذه الخبرات واستضافتهم في البحرين الطاقم الطبي ككل هو راح يستفيد. الطاقم اللي هو التمريضي الجراحه التخدير وبعدين يعلمنا طريقه نتعلم طريقه اللي هو كيف احنا نشتغل كتيم كفريق واحد. يعني كشخص واحد ممكن يستفيدون كثيرين منا. صح. يعطيكم الف عافيه دكتور هاني وشكرا جزيلا على مداخلتك. شكرا شكرا لك كثير دكتور هاني، واحنا يعني انا لي الشرف انه نشتغل اشتغلت معك في بريطانيا وفي البحرين، والصحيح انا فخور جدا في انجازاتك وانجازات الاخوه الجراحين البحرينيين الاخرين. يعني صحيح انا شفت في البحرين مستوى من مستوى الاداء الطبي، يعني أنا بزور كثير دول في برامج زي هيك وبزور كثير مستشفيات، والحق يقال إنه الأداء الطبي والمستوى الجراحي والطبي الغير جراحي في البحرين هو عبارة عن مستوى عالي جدا. يعني الدكتور هاني السعاتي، الدكتور محمد علوي أخصائي جهاز الكولوريكتل اللي كان برضو عندنا في ساوثهامبتون وغيرهم من الأصدقاء الكثيرين اللي أنا شفتهم هون، صحيح عندهم يعني اثبتوا هاي سكيلز وهاي ميد جود اكسلنت ميديكال نوليدج ويعني سربرايزنج تو ماني. يعني فالبحرين السكند تو نان ان ذا اريا ان ديليفرينج ميديسن الصحيح وكونجراتوليشنز فور ذات. وكمان طلبه البحرين، يعني انا استضفنا عده طلاب من طلاب الطب في البحرين يجوا اتاتشمنت I was very surprised by their medical preparation الصحيح انه يعطي يدل على شيء بيدل انه عندكم جامعات بتحضر الاطباء بطريقه جديه، يعني ما في غربلين ما شاء الله. شكرا. واحنا بعد انا اضم صوتي واشكر الدكتور هاني واقول ان انا بعد افتخر ان انا كنت احد المتدربين تحت على بدايتي كانت في الجراحه، فاشكر الدكتور هاني على المداخله. دكتور احنا يعني يمكن الوقت بدا يداهمنا، بس في لو نبي نرجع بس موضوع البنكرياس، بس قبلها في احصاءات نبي نقراها ماري شريفة. انه كان في 55 طبيب زائر زارونا في البحرين، المرضى المستفيدين كان عددهم 1020، والعمليات الجراحيه اللي تم عملها 312 عمليه، والاستشارات وصلت لعدد 708. فكل هذه من مبادرة الطبيب الزائر اللي مثل ما تفضلنا تداركت الحكومة الموقرة عن أهمية هذا البرنامج وأهمية جلب هذه الخبرات إلى البحرين لكي يستفيد أكبر عدد ممكن من المرضى ومن المتدربين في المستشفيات. دكتور احنا تكلمنا عن امراض سرطانات الكبد والبنكرياس، تكلمنا عن التدخلات الجراحيه، وتكلمنا عن فتره التعافي ما بعد ذلك. الحين نبيك تخبرنا عن قصص نجاح شخصيه انت يعني حالات شفتها وعالجتها. احنا مثلا سمعنا دكتور هاني قال في قصص وانت خبرتنا عن قصص صارت، فنحب احنا نسلط الضوء على هذه قصص النجاح. شوف يعني مريض الكانسر هو عبارة عن يعني مريض في وضع محرج جدا، ويعني كل الامباثي والحب والحزن والمؤاساة لمريض الكانسر. أنا في تويتر الستيتوس تبعي كان أول امبارح على الكريسماس إنه أتمنى إنه السنين الجاية تيجي في علاجات لمرضى الكانسر، لأنه هذا أكثر إشي عندي يؤلمني، لأني بشوف كل يوم 20 و30 مريض كانسر.
بس في الحمد لله في بعض الأحيان بيجي يعني خاصة سرطان البنكرياس، هو عبارة عن أحد السرطانات اللي بيسموه القاتل، يعني ما في له علاج حتى بعد العملية وبعد الكيموثيرابي، النتائج مش مشجعة. فلما نشوف مريض بعيش 4-5 سنين بنكون مبسوطين، بس في مرات في مرضى بيثبتوا عكس الرول، عكس القانون تبع، وما بنعرف ليش. فهاي الشغلات اللي بتخليك تفرح. يعني قبل يومين أجاني مسج من مريضة في إنجلند، كاتبت لي إنه شكراً لك لأنه إلي 10 سنين بسوي كريسمس مع العائلة تبعتي. بعد هاي المريضة أجت في 2008 وكانت رايحة على مستشفيات كثير، وحاكين لها إنه أنت ما إلك علاج إلا كيموثيرابي وعندك 6 أشهر لـ9 أشهر. فلما شفنا سيتي سكانز صحيح كان سرطان كبير وكان ملتصق على الفين اللي جنب البنكرياس وعلى الآرتري، إنما المريضة كانت متشجعة و she wanted to take the risk و enthusiastic يعني و I thought she is a winner. فحكيت رح أعمل لك العملية والفين إن شاء الله بنشوف إيش بدنا نعمل فيها، ممكن نقيم جزء من الفين. فعملنا لها عملية الويبر ريسكشن اللي هي 8 ساعات، واستأصلنا الوريد مع البانكرياس وركبنا الوريد مرة تانية على بعض، فعملية معقدة جدا. وتوقعت إنها تعيش زي أي مريض تاني 2-3 سنين بعد العملية، إنما المريضة هاي لها 10 سنين عايشة ما شاء الله، وهلا عمرها صار 75 سنة وشافت أحفادها كبروا وراحوا مدارس وإشي، وإن شاء الله إنها تعيش كمان 20 سنة و30 سنة. فهاي من الشغلات اللي بتشجعك إنه كجراح إنه لسه في أمل، وإحنا لسه كلنا أمل إنه علاجات تانية زي الكيموثيرابي تيجي. يعني سرطان الثدي قبل 40 سنة كان قاتل خلال 5 سنين، إنما هلا سرطان الثدي صار زي أي مرض مزمن بتعالج الناس منه، بتعيش النساء 30 و40 و50 سنة وبتتعافى كليا. فإن شاء الله إنه بصير علاجات كيموثيرابي تانية لسرطان البنكرياس والكبد إن شاء الله. دكتور، هل في كلمة أخيرة تحب توجهها للمشاهدين قبل ما نختم؟ بدي أشكر المشاهدين طبعا على حضورهم، وإن شاء الله تكون الحلقة هاي بمعيتكم ساعدت في تريز أويرنس أباوت بانكرياتيك كانسر وليفر كانسر. وبحب بس أدعو المشاهدين إنه لما بتسمع كلام دكتور عن الأعراض، فبصير مرات المريض أي واحد يشك إنه أنا عندي كانسر، ما هذا الحكي يعني اللي إحنا بنحكي مش أي واحد عنده ألم في البطن عنده كانسر، إنما لما يكون في أعراض بتضلها موجودة لمدة أيام وأيام، أحسن الإنسان يشوف الطبيب تبعه ويسوي diagnosis early من إنه يستنى delayed treatment اللي بيكون متأخر. فالإنسان ما يكون شك بس برضه يكون حذر فطن يعني. وبحب أشكركم على الاستضافة، وبحب أشكر مستشفى السلمانية وحكومة البحرين ووزارة الصحة والإخوة القائمين على هاي الزيارة جدا على استضافتي. شكرا. واحنا نشكرك دكتور على الحضور والمعلومات، يعطيك الف عافيه. فعلا كانت الحلقه جدا مميزه والمعلومات قيمه. شكرا لك دكتور. طبعا في الختام مشاهدينا نشكر الدكتور محمد ابو هلال استشاري جراحه الكبد والقنوات الصفراويه، ونتمنى ان نكون وفقنا في عرض هذا الموضوع والاجابه على تساؤلاتكم. ولن اللقاء يتجدد معكم الاسبوع القادم في نفس الموعد وموضوع جديد. تصبحون على خير. مع السلامه. مع السلامه. شكرا لك دكتور.